أردت أن ألفت أنظاركم إلى قضية مهمة جدا قد تغيب عن الأذهان بسبب الثقافة المستدبرة، إنها ثقافة مراجع النجف، ثقافة مستدبرة أعطت ظهرها لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. يتكرر على الألسنة ويشيع بين المسلمين خصوصا في الوسط السني، وبشكل خاص في الوسط الوهابي، في الوسط السلفي، وهذا الكلام يرددونه في الفضائيات وفي المواقع الألكترونية، بالنتيجة هو شائع بينهم، وفي نفس الوقت هو شائع في الوسط الشيعي، وإنما شاع في الوسط الشيعي لأننا أخذناه من هناك مثلما أخذنا بقية ديننا منهم، وتركنا دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أمر يشاع من أن الدين سهل بسيط، هذا الكلام يردده الوهابيون. الدين يمكن أن نصفه من أنه سهل إذا ما جرى في السياقات الصحيحة، فهو سهل من جهة شدة التكاليف وتحملها، فإن الدين لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، بل لا يكلفه حتى بحدود طاقته إلا في الموارد المهمة جدا. هناك من الموارد المهمة جدا فإن الإنسان يكلف بحدود طاقته، لكن في أغلب معالم الدين وفي أغلب تفاصيله وفي أغلب جهاته فإن التكليف دون طاقة الإنسان. وفي كثير من الأحيان فإن التكليف يكون أقل من طاقة الإنسان بنحو كثير، بنحو واسع. على أي حال، يمكننا أن نصف الدين بالسهولة من هذه الجهة، لكن الدين ليس سهلا. لو كان الدين سهلا على الأقل من وجهة نظر ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني نجف بني طوسي. من وجهة نظر ثقافة العترة الطاهرة، إذا كان الدين في غاية البساطة وفي غاية السهولة، لماذا الاحتياج إلى أئمة بمواصفات خاصة إلى الحد الذي نعتقد فيهم أن لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم عباده وخلقه؟ لماذا الحاجة إلى أئمة بهذه المواصفات؟ لماذا الحاجة إلى كل تلك التضحيات؟ لماذا قدمت الزهراء قربانا على مذبح الدين؟ ولماذا جرى الذي جرى على أمير المؤمنين وعلى إمامنا المجتبى
ولماذا جرى ما جرى في عاشوراء في كربلاء؟ إذا كان الدين في غاية البساطة وفي غاية السهولة، إنني أتحدث عن الجانب العقائدي، عن الجانب الفكري، عن الجانب المعرفي، عن الجانب العلمي. الدين منظومة عقائدية وفكرية معقدة جدا، لو لم يكن الأمر هكذا لماذا نقرأ في قرآن محمد وآل محمد في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فلماذا حصر التأويل وهو العلم الحقيقي للدين؟ لماذا حصر بالله سبحانه وتعالى وبمجموعة وصفها الله بالراسخين في العلم؟ لم يصفهم بالعلماء وإنما راسخون في العلم. إذا كان الأمر بسيطا ومستسهلا مثلما يقال لكم، فلماذا يتحدث القرآن بهذا المنطق؟ ولماذا نحن بحاجة عند الظهور الشريف إلى إعادة تكوين عقولنا؟ لا أتحدث عن التكوين المعرفي فقط، وإنما أتحدث عن التكوين الخلقي، فإن الإمام يضع يده على رؤوس الخلق كي يجمع بذلك عقولهم. إذا كانت القضية بهذه البساطة، لماذا نسخت مرحلة التنزيل وانتقلنا إلى مرحلة التأويل عبر طوفان معرفي هائل من قبلهم؟ إن كان ذلك بما يرتبط في تفسير قرآنهم أو بما طرحوه لنا من الأسرار وكنوز المعارف في أدعيتهم وزياراتهم، أو بما وضعوه لنا في خزائن كلامهم في آلاف مؤلفة من أحاديثهم ومن خطبهم ومن بياناتهم الكثيرة في عددها والعظيمة في فحواها ومضمونها، لماذا كل هذا إذا كان الدين أمرا مستسهلا أمرا بسيطا؟ أتحدث عن الجانب العقائدي، عن الجانب المعرفي. إذا كان الأمر هكذا، فلماذا لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لقتل سلمان؟ أو أن العلم الذي في قلب سلمان قتل أبا ذر، لترحم على قاتله؟ بالنتيجة لا أريد أن أقف عند هذه الأحاديث طويلا، لكن هناك من العلم عند سلمان ما قد يدفع أبا ذر لقتل سلمان، وهناك من العلم عند سلمان، هذه مراتب من العلم وأيضا هي حالات مختلفة بالنسبة لأبي ذر في تطور مراتبه وتقدمه. ففي مرتبة لو اطلع على علم سلمان لكان ذلك دافعا لأبي ذر أن يقتل سلمان،
وفي مرتبة أخرى أن العلم الذي في قلب سلمان سيصعق أبا ذر وسيقتله، وفي مرتبة أخرى فإن أبا ذر سيترحم على قاتل سلمان. ولكل مرتبة خصوصياتها، ليس الحديث في تفاصيل هذه الأحاديث، إلا أنني أوردتها أنموذجا. وهذا الأنموذج يشير إلى أن الجانب العقائدي والفكرية والمعرفية والعلمية لديننا ما هو بمستسهل، ما هو بأمر بسيط كما تريد المرجعية وتريد الحوزة النجفية ويريد هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر. أتحدث عن خطباء المنبر الحسيني، عن حمير المرجعية، هكذا يفهمون الشيعة دينهم وهكذا يعرضون الدين بشكل سخيف وساذج إلى أبعد الحدود. القضية ما هي مستسهلة؟ القضية معقدة. صحيح أن جميع الناس ليسوا مكلفين بمستوى واحد، لكن هذا لا يسقط التكليف عن كثيرين من أن يبحثوا عن الجانب المعقد، عن الجانب العميق لهذا الدين. فأمر الدين في عقيدته وفي فكره وفي ثقافته وفي معارفه وفي علومه ما هو بأمر بسيط. مر علينا من أن سورة التوحيد ومن أن آيات أخرى في الكتاب الكريم أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، كلما اقتربنا من زمان الظهور الشريف وكلما ابتعدنا عن زمان التنزيل الذي نسخ الدين في مرحلته، وابتعدنا عن بدايات مرحلة التأويل، ابتعدنا زمانيا عن مرحلة الغدير، فإن التأويل في حالة تدرج، في حالة ترقي باتجاه زمان الظهور الشريف. فهناك المتعمقون لابد أن يكونوا، فأنزلت سورة التوحيد وأنزلت آيات من الكتاب الكريم لمن؟ للمتعمقين في آخر الزمان. سيأتينا الحديث في هذه الجهات إن سنحت فرصة لذلك. من هنا يتحدث القرآن بهذا الأسلوب الواضح، ماذا تفهمون منه حين يقول القرآن وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويل القرآن، وما يعلم تأويل الدين، وما يعلم تأويل العقيدة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ماذا تفهمون من ذلك؟ وبعد كل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ العلم من علي وآل علي فقط، وليس أن نأخذ العلم من علي وآل علي فقط، أن نأخذ قواعد التفكير، أن نأخذ المنطق العلوي وقواعد التفهيم من علي وآل علي فقط. فهل القضية مستسهلة وبسيطة كما يخدعونكم؟
القضية ليست كذلك. من هنا أوجب الأئمة على الشيعة أن يتفقهوا في دينهم أسبوعيا، وهذا أمر واجب صحيح شائع في أوساطنا من أنه أمر مندوب، لكن الحقيقة ليست كذلك. التفقه في الدين واجب، ويجب على الشيعي أن يخصص وقتا على الأقل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أما إذا وجد نفسه أن هذا الوقت لا يكفيه فعليه أن يضيف وقتا آخر، لكن على الأقل أن يخصص وقتا في الأسبوع ولو لساعة لساعتين في الأسبوع أن يتفقه في دينه. وليس التفقه أن تحضروا صلاة الجمعة خلف وكلاء المرجعية الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم. ما هو هذا؟ طائح حظ سربوت، ماذا ستنتفعون منه؟ هذا هو بحاجة إلى تعليم، هو لا يحسن قراءة سورة الفاتحة. وقد عرضنا الفيديوهات، والقضية ليست محصورة بالأشخاص الذين عرضنا فيديوهاتهم، هذه ظاهرة عامة في وكلاء المرجعية وفي من تعتمدهم المرجعية السيستانية وغيرها. ذولا ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة في صلواتهم، تتوقعون سيكونون سببا في تفقهكم؟ أنتم مأمورون بالتفقه، التفقه تفعل، يعني أن الإنسان يبذل جهدا وأنه يتحول من حال إلى حال، يتطور. ذولا اللي يتصلون وراهم مطايا لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، فهل تتوقعون أنكم تتفقهون من الخطب التي هي خطب المرجعية؟ عود تتفقهون من هذا الخرط، من خرط المرجعية، أي تفقهين هذا؟ لو تتفقهون من وكلاء المرجعية هذا الذي يحدثكم عن التلقيح الصناعي في برامج الفضائيات حتى تكثرون النغولة، لأن إحنا أولاد الحرام عندنا قليلين، النغولة عندنا قليلين، لذلك المرجعية تصدت لتكثير عدد النغولة في مجتمعنا، لتكثير أولاد الحرام في مجتمعنا. إحنا محتاجين هواية من هذه الشخصيات، من أنصار المرجعية الرشيدة. لو يطلعون بالتلفزيون يصدرون لكم الفتاوى في التلقيح الصناعي، أو يعلمونكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، هو هذا التفقه في الدين؟ ولكم هذه طيحت حظ، هذه طيحت حظ وطيحت صبخ. الأئمة أمروكم بالتفقه في الدين. عودوا إلى برامج قناة القمر، وإنما أقول لكم ذلك لا لأنني أنا أتحدث فيها أبدا، لأن قناة القمر تقدم لكم الثقافة العلوية من منابعها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. إذا وجدتم مكانا آخر
في الفضائيات، في غير الفضائيات، في الكتب، في المدارس، يقدم لكم ثقافة أفضل وأنقى وأكثر أصالة وأكثر وضوحا من الثقافة التي تعرض في قناة القمر، فتوجهوا إليها واتركوا قناة القمر. العبرة ليست في قناة القمر بما هي، والعبرة ليست في هذه البرامج بما هي، العبرة في ثقافة العترة الطاهرة. ابحثوا عنها في كل مكان. أنا وجدتم ثقافة العترة الطاهرة فالتصقوا بها، فالتصقوا بذلك المكان، والتصقوا بتلك الجهة. العبرة والأساس ثقافة العترة الطاهرة، وليس العبرة في الجهة الفلانية أو في الجهة الكذائية. أقول لكم إذا أردتم التفقه بحسب موازين العترة الطاهرة، وإنني أتحدث عن التفقه الواجب عليكم، ما هو بأمر مستحب يجب عليكم أن تتفقهوا في دينكم بقدر ما تستطيعون، ولو بمقدار ساعة في الأسبوع، يجب عليكم ذلك. عودوا إلى برامج قناة القمر، وعودوا إلى مواقعها، إلى نشاطها على الشبكة العنكبوتية. تواصلوا مع هذه الثقافة الواضحة الأصيلة. وإذا وجدتم مكانا وجهة أخرى تقدم لكم أفضل مما تقدمه قناة القمر، فاتركوا قناة القمر وتوجهوا إلى تلك الجهة التي تنالون من خلالها ثقافة أفضل وثقافة أعمق وثقافة أنقى تقودكم إلى إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم بعض الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع. إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف ومن الجزء الأول من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، في الصفحة 48، الحديث 9، وهو الباب الأول من كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. الحديث 9 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له رجل من أصحابه، قال له رجل: جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر، عرف هذا الأمر، بايع بيعة الغدير، عرف إمام زمانه. رجل عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. ماذا قال إمامنا الصادق؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ هو بحاجة إلى تفقه، حتى لو بايع بيعة الغدير وكان صادقا في بيعته، لا كبيعة مراجع النجف التي نقضوها، ولا كبيعتكم أنتم وبيعتي أنا وبيعتي آبائنا وأجدادنا. بايعنا بيعة الغدير ونحن لا نعرف مضمونها، لماذا بايعنا لا ندري، وعلى ماذا بايعنا؟ إنها بيعة السفهاء، بيعة الحمير، أتحدث عن البشر الحمير،
حمار بشري هذا الذي يبايع ويتعاقد على أمر مهم جدا وهو لا يعرف مضمون البيعة وعلى ماذا بايع؟ حمار بشري، حمار بشري بامتياز. فهذا الرجل حتى لو بايع بيعة الغدير وكان صادقا في ذلك، لا كبيعة شياطين النجف، لأن الإمام الحجة هكذا قال عنهم: من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شياطين يعلمون ولكنهم هكذا يعيشون هذه الحالة كأنهم لا يعلمون. فهذا الرجل لم يبايع بيعة الغدير كبيعة الشياطين، إنهم مراجع النجف من زمان الطوس وإلى يومنا هذا. فهذا الرجل لم يبايع كبيعة الشياطين ولا كبيعة الحمير. أتحدث عن البشر الحمير من أمثالنا، ممن استحمرهم أولئك الشياطين. فهذا الرجل بايع بيعة الغدير بشكل صحيح وعرف إمام زمانه، لكنه لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. الإمام قال: كيف يتفقه هذا في دينه؟ هو بحاجة إلى تفقه. التفقه تفعل، تحول، تطور، تقدم. فكيف يتفقه هذا في دينه؟ قطعا الإمام يتحدث هنا عن السبب الذي سيقوده إلى التفقه. ربما في زماننا تتوفر الأسباب للتفقه من دون أن يختلط أو أن يلتقي الناس مع بعضهم، ولكن يبقى التفقه ليس أمرا علميا فحسب. التفقه بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى تبليغ، كما يقول أمير المؤمنين في وصيته لكميل وهو يبين له فضل العلم على المال. الإمام يقول لكميل: يا كميل، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. فحينما ننفق العلم فإن العلم سيزكو، سينمو. هناك نقاش حتى لو كان بين المرء ونفسه، هناك تدبر وتفكر وتفهم، وهو في نفس الاتجاه، تفقه. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، تفعل؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، تفعل؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ يجب عليك أن تتفقه، تفقه. فالإمام يقول: كيف يتفقه هذا في دينه؟ إذا أراد أن يزداد في دينه، وهذا أمر واجب عليه، يجب علينا أن نتفقه في ديننا. هذا الكلام الذي يقال من أن هذا المضمون هو في حد الاستحباب ليس صحيحا، ليس صحيحا أبدا. استمعوا إلى ما يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث السادس. الإمام يقول: تفقهوا في الدين. هذا أمر، تفقهوا في الدين
فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. أتعرفون هذا الوصف؟ هو وصف للأول والثاني، الأعراب بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم، بحسب مصطلحاتهم، بحسب ثقافتهم، الأعراب هم نواصب السقيفة. ولذلك هذا التصور عن الدين من أنه أمر بسيط مستسهل مجموعة جمل وكلمات، هكذا يقنعون أتباعهم، هذا منطق البدو، هكذا فهم البدو في زمن التنزيل الدين، هذا فهم البدو. ما هو بفهم محمد وآل محمد من أن الدين أمر مستسهل وبسيط؟ قطعا كل شخص بحسبه، أنا لا أتحدث عن أن الجميع لا بد أن يكلفوا بنفس التكليف ولا بد أن يصلوا إلى نفس المنزلة من التفقه والتفهم والتدبر والتفكر، كل بحسب عقله وكل بحسب مواهبه وظروفه وإمكاناته. الصادق يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هذا هو حال مراجع النجف، هؤلاء أعراب لأنهم لم يتفقهوا في دين محمد وآل محمد، وأنتم كذلك، أنتم أعراب، نحن أعراب. الأعراب ليس هم الذين يقطنون في البادية، هذه تسمية عرفية، نحن نتحدث في مصطلحات دينية، هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة. أعرابي يعني ناصبي، يعني من أتباع السخيفة. عنوان الأول والثاني: الأعرابيان في ثقافة العترة، الأعرابي الأول والأعرابي الثاني. تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. مراجعكم أعراب وأنتم أعراب أيضا، وآباؤنا وأجدادنا أعراب، لقد أخذوا الحالة الأعرابية من حوزة النجف، من هذه الحوزة الأعرابية. تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. التفقه هو العقيدة أولا وليست الفتاوى في الطقوس وفي المعاملات. الفتاوى مهمة لكنها أين تقع من العقيدة؟ في جانب العقيدة لا قيمة لها، إنها تأتي في الحاشية. ما الذي فعلته حوزة النجف؟ علمت الشيعة أن الأهمية لهذه الفتاوى، ويموت الشيعة من دون أن يعرفوا عقائدهم، وعند الموت يقرؤون لهم دعاء العديلة، وهو دعاء مخالف لعقائد أهل البيت، كتبه المراجع. أدعية أهل البيت يشككون في أسانيدها، وهذا الدعاء الذي يشتمل على عقيدة شركية يعلمون الناس أن يلقنوا موتاهم به. وماذا تفعل لهؤلاء الشيعة الحمير؟ لو قلت لهم اقرأوا عند موتاكم الزيارة الجامعة الكبيرة يرفضون ذلك، ويقرؤون أدعية الضلال هذه.
صلوات على الحمير، صلوات على الحمير، صلوات على الحمير، صلوات على الحمير. إذا أردنا أن نقايس هؤلاء مع الحمير، صلوات على الحمير، قدست أسرار الحمير، الموتى والأحياء منه. الإمام هكذا يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هناك نشاط، مثل ما قال إمامنا الصادق قبل قليل عن ذلك الرجل الذي بايع بيعة الغدير بشكل صحيح، هكذا نفترضه، مثلما سأل السائل أن الرجل قد عرف هذا الأمر، فإننا نفترض من أنه قد عرفه بشكل صحيح، بايع بيعة الغدير بشكل صحيح لا كبيعة شياطين النجف، أتحدث عن المراجع، ولا كبيعة الحمير البشر، أتحدث عن أتباع المراجع. فماذا قال الإمام؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ لابد من وجود نشاط اجتماعي إعلامي تعليمي كي نتفقه في ديننا. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحديث السابع: إنني أقرأ عليكم من الكافي. هل تعرفون ماذا يعني أن الأحاديث قد وردت في الكافي؟ هذه أحاديثهم، هذا هو الذهب المصفى. الحديث السابع عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله. المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول، يخاطب الشيعة: عليكم بالتفقه في دين الله. ما قال عليكم بالفقه، قال عليكم بالتفقه، عملية تفعل تطور، عملية بذل للجهد كي نتعلم. والخطاب ليس موجها لأصحاب العمائم، وأصحاب العمائم في زماننا في الحقيقة هم حمير، حمار مركب على شيطان. تعاون بين المؤسسة الإبليسية والمؤسسة الحوزوية، ما بين المراجع وإبليس، حدثت عملية هندسة وراثية للحوزويين، فتنتج لنا النجف حميرا قد ركبوا على شياطين، الجانب الشيطاني فيهم لأجل أن يستحمروا الشيعة، كي يوصلوا الاستحمار الذي أخذوه من المراجع الأعراب إلى الشيعة الأعراب. رحمة على والديك كمال الحيدري، رحمة على والديك، تريليون مرة والله أقولها بصدق، رحمة على والديك كمال الحيدري. هذه الوثيقة الديقية اختصرت علي الطريق، لأن الوثيقة هذه تحدثنا عن واقع الشيعة، عن واقع مراجع النجف وحتى مراجع قم، فهم على نفس المنهج، لكنني لا أتحدث عن قم لأن قم هي فرع من النجف، الأصل في النجف والتأسيس في النجف،
وكل مراجع الشيعة في شتى أنحاء العالم أصولهم بشكل وبآخر تعود إلى النجف. من هنا أركز الحديث على النجف. مضمون الوثيقة الديخية يخبرنا بشكل واضح عن منهج مراجع الشيعة مع الشيعة، فهم الشياطين وهؤلاء الحمير. هذه القضية بينتها لنا بشكل واضح الوثيقة الديخية. أتحفونا بها. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. أعود إلى حديث المفضل ابن عمر. فعلا مثل ما يقول كمال الحيدري، والله هذا واقع الشيعة، وأنا أقول كذلك. أنا أقول والله 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 حتى ينقطع النفس، هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع النجف، وهذا هو واقع مراجع الشيعة، ليس في عصرنا فقط، حتى في العصور السابقة، وسيستمر هذا الحال ما دام هذا المنهج الأعرابي الضال في النجف. سيستمر الحال إلا إذا تغير هذا المنهج. أعود إلى حديث إمامنا الصادق الذي نقله لنا المفضل بن عمر. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا. تلاحظون التركيز على هذا العنوان، لأن الذي لا يأخذ الفقه والتفقه بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب مضمون بيعة الغدير، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، فهو أعرابي، فهو ناصبي. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمله. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمله. إذا ما ذهبنا إلى باب من الأبواب التي يتحدث فيها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى صفحة 420 باب
من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. أقرأ عليكم رواية واحدة من هذه الأحاديث الوفيرة والكثيرة، صفحة 423، إنه الحديث 12 بسنده، بسند الكليني، عن ابن أبي يعفور، شخصية شيعية معروفة، قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. مر علينا الحديث قبل قليل: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكي أعماله. هذا الذي لا يتفقه في الدين وسيكون أعرابيا، هذا الجزاء هو نفسه يأتي هنا في هذا الحديث الشريف. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ من ادعى إمامة من الله ليست له. هؤلاء هم الأعرابيان ومن على سيرتهم، وهؤلاء هم أئمة الخطابية والنصيرية من الذين ماتوا ومن الأحياء، هؤلاء هم ومن أمثالهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، أن لهما في الإسلام نصيبا للأعرابيين للأول والثاني، أو أن المراد للذين ذكرهما الحديث، من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، والمعاني هي هي. بالنتيجة سنعود إلى نقطة واحدة، إلى مركز واحد. فهذه الأجواء في هذا الحديث هي هي في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يخبرنا عن الجهة التي يكون فيها الشيعي أعرابيا إذا ما أخذ دينه وفقهه منها، وإن التفقه وإن الدين لا يؤخذ إلا من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير. الصادق هكذا يقول: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. الحديث الثامن بسنده، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لوددت أن أصحابي
ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وهناك من قرأ الحديث: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم. الإمام هو الذي يقوم بذلك، ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، والقراءة الأولى هي الأوجه. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. فهل أن الإمام حينما يتحدث بلسان كهذا اللسان يتحدث عن أمر مستحب، عن أمر مندوب؟ إنه يتحدث عن أمر واجب ومن أشد الواجبات. فهذا الكلام يكشف عن أن التفقه وليس الفقه، تفقه، تفقه، تعمق، تفعل، تطور. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط، ضرب بالسياط على الرؤوس حتى يتفقهوا. تفقهوا في دينكم، تفقهوا، 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 وإلا فليس أمامكم إلا الضلال. لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقهوا في دينهم لما استحمرنا أولئك الشياطين في النجف، لما استحمرتنا حوزة النجف، ولما استمرت ترسل الحمير إلى الشيعة من الوكلاء والمعتمدين ومن خطباء المنابر، ترسل للشيعة الحمير الشياطين. خذوها مني، تقولون عن أن كلامي فيه قسوة شديدة، أني لست منصفا في الحديث من أنني مجحف في وصفهم، ربما تقولون من أن حديثي بعيد عن الأدب، ليس من لغة الحوار، ليس من لغة المجادلة والدعوة بالحسنى، ليس وليس. لا أعبأ بكل هذا، لكنني مثل ما قلت لكم أريد أن أضع النقاط على الحروف. إنها عملية جراحية، في العملية الجراحية هناك دماء، هناك أوساخ، هناك آلام، هناك أشياء تقطع، هناك وهناك. هذه عملية جراحية أقوم بإجرائها. المعمم أينما رأيتموه ففروا منه، هذا حمار مركب مع شيطان، إلا أن يثبت خلاف ذلك. أي معمم تشاهدونه فهذا حمار مركب على شيطان، وكلما كبرت العمائم كلما كان ذلك الحمار كبيرا وقد ركب على شيطان كبير، حتى يثبت خلاف ذلك. لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقهوا في الدين لما ضحك عليهم هؤلاء الحمير الشياطين، لما ضحكوا علينا، لأن أجدادنا ضحكوا على آبائنا وآباؤنا ضحكوا علينا، ونحن ضحكنا على أنفسنا وضحك بعضنا على البعض الآخر. هذا هو واقعنا
بسبب حوزة النجف، بسبب حوزة الطوسي. تفقهوا حتى تستطيعوا أن تخلصوا أنفسكم من براثن هذه القذارة، من براثن هذه القمامة. ابحثوا عن عقائدكم بأنفسكم، أعرفوا دينكم. لا أطلب منكم أن تصدقوا كلامي، إنما أطلب منكم أن تأخذوا كلامي وأن تتأكدوا منه بأنفسكم، أن تأخذوا كلامي وأن تقارنوا بين كلامي وبين قمامة مراجع حوزة النجف. قارنوا بين هذا الكلام، ليس لأنه كلامي، أنا لا قيمة لي في البين، أنا ناقل، أنا خزان معلومات، أنقل لكم المعلومات، خذوها وقارنوا فيما بين هذا الكلام وما بين قمامة ما تنتجه عقول مراجع حوزة النجف. تأكدوا من صدق كلامي من خلال الرجوع إلى مصادر تفسير محمد وآل محمد، من خلال الرجوع إلى مصادر حديثهم الشريف. ناقشوا هذه الحقائق فيما بينكم وبين أنفسكم، فيما بينكم وبين الآخرين. تفقهوا في دينكم، تفقهوا تفقهوا تفقهوا. نذهب إلى فاصل.